المداخلات يعني اللي صحيحه 100% يعني اللي عايشين ربما قول عطاو الواقع المعاش في هذا الوطن، يعني ما كانش داكشي اللي كتقولوا راه صح وكنشوفوه زعما، ولكن باش نغيروا راه ما يمكنش انا بوحدي ولا هذا ولا هذا غادي نغيروا. كاين قصد، كاين حكومه مع شهر محفوظه ما نعرف، وزيد وزيد الحوايج كاينين، راه خصنا نشوفوا كاين دروك. حنا كاع حنا كنا ب 20 فبراير وكنا في كذا وكنتواجدوا في جميع المظاهرات وهذه وهذه، ولكن واش غادي نبقاو غير مره كنهضروا خصك غادي نغيروا؟ راه انا خصنا غير الطاقات، مابقاش غير نهضروا غير هكا غير كنهضروا، خصنا الطاقات تدخل وغير هكا. حنا بغينا ذاك التغيير يعني حنا نلمسوه، مابقاش غير نهضروا هذاك هذاك ما داش وهذاك ما، كل واحد واش كاين اللي كيدير وما نعرف وكاين اللي ما كيديرش، يعني ديما حنا كنبقاو غير نعلمكم مثلا وربما ما نعرفوش كاع واش هو. اذا بالتالي انا كنشوف الشباب انا الاول جهه الحيره عطانا واحد عطانا واحد عطانا دفعه خصنا نمر نغيروا، ندخلوا للشباب اللي عجبات دخل وغير الايديولوجيه ديالها ولا غيروا غير، المهم انتم انكم قادرين تغيروا وتخليوا ذوك الناس نتاع التسعينات تعيدوهم، يعني قادرين انكم تغيروا كلشي. خصنا نتواجدوا كل واحد فين كيرتاح ومن ذاك المنطلق يغير. انا كنشوف هكا لان راه باش نشوف هكا يعني هذوك الناس راه ما كيغيروش، راه كاينه امور كاينه كواليس كاينه حوايج اللي كتخلي حوايج ما كتديهاش، لان ما بقاش مثلا نهضر فهذا ما كانش خطا تبقيت نخاف نهضر، لان كنقول يقدر هذاك عنده الصح يمكن ما بغاش يفضح هاد الحوايج، لان يمكن كاينه شي حوايج يقدر يقبلوها يقدر يعتبروها يقدر ويقبل، اذا ما كنعرفوش شي حوايج. اذا بالتالي كاينه امور كاينه حوايج راه كاينه كنعيشوها وبغينا ولا كرهنا كاينه، كيفاش نديرو؟ لا راه المشكل ما ردوش الخطا في ذوك الناس، حتى حنا كشعب انا بعدا حنا كاين بعدا فينا الدماغ تهضر معاه تقول له واحد دقيقة راه يدير 20000 وانت تنعس واحد، ملي كنمشي كنلقى انا ذاك اللي كيخلص مليون و100 هو اللي في المظاهرة وذاك اللي ما عنده حتى ضرر كنلقى نعس في الدار، وكتقول له واعر خويا راك مضرر وراك تموت وراه هكذا كذا راه تخرج، ما كيبغيش يخرج، يعني الشعب وراه غير الشعب فيه عاوتاني، وانطلقوا الله يسلم، راهو كان يموت الشعب والله الواحد ما بقى يدخل، يعني ما عرفش حتى واحد يدخل. إذا هذا غادي يبلعوا عليهم، بالتالي أنا كنشوف راه خصنا المشكل في الشعب، كناس كطلبة كتلاميذ كذاك كمجتمع مدني كيفاش نحاولوا، إلا هاد الناس مثلا ما قدرتش، هو حنا كيفاش نشوفوا نقدروا نخرجوا باش نغيروا ونغيروا بالمنطق، وما نكونوش انتهازيين حتى حنايا وكنفكروا في حاجة وحدة وهو اللي هو الصالح نتاع حد الوطن، بغينا نخدم هاد البلاد كيفاش نفكروا في هذا الصالح نتاع حد الوطن وبالتالي نغيروا، بالتالي ما نتحدناش. اللي حنا نحن عندنا أغلبية، رغم العتب اللي عندهم راه حنا عندنا أغلبية، وبالتالي إذا ما اتحدناش وكنا واحد القوة اللي غادي نقاوموا بها هاد الناس راه ما قادرش نغيروا، بالتالي أنا كنشوف الشباب عنده قوته، عنده يعني حوايج ديالو، بالتالي خصنا ندخلوا خصنا نغيروا، لا من داخل المؤسسات لا من الشارع، المهم خصنا نتواجدوا، وما بقاش مثلا غير نهضروا مثلا أنا كنشوف أننا باقي نهضروا وفي التالي ما كنديو والو. من هاد مثل هاد النقاشات خصنا راها مزيان، ربما كنتلاقاو مختلف ايديولوجيات وبالتالي كنتفاهموا لان كتجمعنا مصلحة واحدة الا وهي مصلحة الوطن، يعني اننا نغيروا هذا الوطن، بالتالي لا اتحدنا كيساري يمني كمعتدل ولا لما لا نتدارسو نديرو غير حنا غير جوج احزاب، حنا المهم اللي الصالح هاد الوطن باش يعيش مزيان والشعب يعيش مزيان حنا بعد. انا ما كنقولش انا غادي نجيب لكم شي حاجه وروحوا تديروها، ولكن الواحد نجتمعوا كاملين ونتفاهموا على شي حاجه ونحطوها ونديروها ونزيدوا قدام. انا اللي في صالح هذا الوطن الصالح ديال هذا الوطن، حتى انا علاش ما بغيتش كنبغي نخرج انا نعيد في السلام هذا لانني شخطره لانني حتى انا من ولاد الشعب محظور هذه وهذه وهذه وباغي نغيروا، لان ما بغيناش اللي هذا بيستافدوا يستافد الشعب كامل ولا حتى واحد ما يستافد، حنا مخليين هذا وبالتالي كنبقاو مثلا نشدوا في بعضياتنا حنا. اذا انا كيعجبني مثلا مثلا هاد الندوات ولا هاد مثل هاد الانشطه هذه راه مزيان، اللي يهضر اننا خصنا غير نتواصلوا كاملين نسمعوا بعضياتنا واش هي المقترحات اللي خصنا نخرجوا بها باش نكونوا على احسن. هذه القضيه كما قال لك واحد مسلم في الحزب مشى الحزب هو ولا الحزب ما عندنا لا هذا كنشوف انا غادي نمشي نحيي في المؤتمر وعلاش درت هذا حطيته ليه غير بوحدي وقرر راه هذاك عنده مصلحته مع هذاك هذاك عنده مصلحته مع هذاك انا نعيا نبربر تما هذا يقول كذا هبيل ولا ما عرف قدر يقول لك واعر. اذا بالتالي راه خصنا اللي ما كانش واحد القوه اللي باش نتحدوا بها وتكون عندنا هكا يعني مصلحه عامه خلينا مصلحه خاصه ان اذا مشينا بقينا نجري على المصلحه العامه راه غادي نحكوا المصلحه الخاصه بصح اذا بقينا نجري على المصلحه الخاصه راه عندنا المصلحه العامه انا قبل هذه المطاحه تما يعني كاين بزاف ديال الامور اللي
كنلخصو مثلا فهاد الشيء ان الشباب لم جميع اكثرها الجامعات كنتعطي كنتعطي الناس اوطو كنتعطي كذا خصنا نخرجوا والناس اللي كانت مثلا انا كنهضروا كذا وكذا وكذا ما ربما باغي نبان ولا باغي هذه ما عرفش انا واحد اللي كيشوفها هو ولكن على ارض الواقع واش نجيو نغيروا ما كاينش الواحد يقدر هذا وهو الناس راه الناس راه كتقطع عليها الدار اه هذا راه هو الشعب هو ديك كذا هو ديك كذا اما بقات المسرحيه كذا هذا الدار علينا من هنا راه حنا فاهمين والشعب فاهم وعلاش انا ما نعرف وما ما عرفش الموت الزواقه ولا بعد هذيك التشميره اللي راه بنادم فيها انا ندخل بنادم هذا الشيء كنعرف اذا بالتالي خصنا يعني نكونوا هكا يعني انا كنشوف اننا نخرجوا للواقع ونغيروا الا كنا بالضريبه باغي نغير هذا المصطلح عام تحيه للمغرب.